النبي يهاب قريشا، ما قيمة قريش حتى يهابها رسول الله؟ رسول الله يهاب قريشا. قد يحسب لقريش من جهة أنها تؤثر على القبائل الأخرى، إذا كان المراد هذا، هذا الكلام مقبول. أما على المستوى الشخصي والنفسي لرسول الله أنه يهاب قريشا، ما قيمة قريش؟ كبار قريش مجموعة من القوادين، كتب التاريخ هي التي تتحدث عن هذا، مشايخ قريش أمثال أبي سفيان أو ذلك المأبون الذي سماه رسول الله بأبي جهل، هم يقولون إنه خال الخليفة عمر، وهو مأبون معروف، يخاطبه من يخاطبه من القريشيين بأنه مصفر أسته، كان يدلك أسته بالزعفران لأجل الأمور الجنسية حتى يتذوقه الذين يلوطون فيه. هؤلاء هم زعماء قريش حتى يهابهم محمد صلى الله عليه وآله، وما عداء زعماء قريش لمحمد وآل محمد إلا لأن هؤلاء يمثلون الطهارة والكرامة والشرف والكبرياء، وأولئك حثالة وحقارة ودناءة. واقع التاريخ هو الذي يحدثنا عن هذا، لو كان المقام مقاما للحديث عن تاريخهم لقلت وقلت وقلت وجئت بالأقوال من مصادرها، من مصادر سقيفة بني ساعدة الذين يطبلون للصحابة الذين أصولهم من قريش، من هذه المجموعات التي أشرت إليها. كل هذا موجود في كتب التاريخ وكتب السير وكتب الرجال والتراجم.